دايماً مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. برحب بيكم النهاردة ترحيب خاص. النهاردة هناخد مشكلة من المشكلات اللي ممتدة من أول سن ممكن يكون سنتين من أول ما ينطق لحد بعد كده بقى ما يبقى يعني إيه حتى لو تزوج حتى لو تزوج ابني بتفضل معاه المشكلة ديت لو أنا ما عرفتش أتداركها وإحنا صغيرين. إحنا طبعا مكملين معاكم في أدوات التربية الإيجابية وإيه هي الأفضل الأساليب ولو حصل مشكلة أعمل إزاي. ميزة السلسلة دي تاني الميزة بتاعت السلسلة دي إن أنا بديك المشكلة وبعدين أديك ردود الأفعال المتاحة اللي ممكن تتعرض لها من أولادك وبعدين الحل إيه أعمل إيه. ها قولوا لي ما يجي الموقف الفلاني أتصرف إزاي. ماشي حلو العلم والكلام والحاجات دي بس أعمل إيه. فأنا يعني بناشد كل أم إن هي بتسمع الحلقات دي يا تفرغي الحلقات وتكتبيها يا تعودي تسمعيها لو أنت من النوع اللي بيحب يسمع كل شوية بحيث ان انت يبقى عندك كم وحصيلة لا بأس بها على فكرة من المعلومات في موضوع التربية خصوصا في مرحلة لحد 7 سنين. احنا طبعا في بعض الادوات والاساليب اللي بنتكلم فيها بتعالج ما بعد 7 سنين يعني احنا ماشيين كده لكن مرحلة المراهقة احنا ان شاء الله مخصص الله يعني ايه جزء خاص بيها ان شاء الله لما نجيلها لسه قدامنا بتاع حوالي 30 حلقة لسه في موضوع مرحلة الطفولة. الله سبحانه وتعالى يعني من علينا ورزقنا النية الحسنة لإكمالها. جملة ماما عاوز فلوس ماما هاتي فلوس ماما هاتي ايش ماما كذا. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي اتعامل مع طلبات ابنائي في موضوع الزيادة المتكررة من الفلوس. مش مكفيه ما انت لسه واخد لا هاتي خلاص الجنيه ده ما بقاش له قيمة ده دلوقتي بيطلبه بال5 جنيه وبال10 جنيه وبال20 جنيه. فاحنا عايزين نعرف ازاي اتعامل مع حتة انا عاوز فلوس وانا عايز اقولك ان انت ممكن تبتدي من 4 سنين ل5 سنين لكن على فكرة بيبتدي من اكتر ان هو ما بيبتدي عنده الشرع بتاع الشراء عايز ينزل عشان يشتري. انا معايا الفلوس وعندي تعاملات وبشوف ابي بيعمل كده فانا عايز احاكي السلوك وانزل اشتري ان شاء الله يشتري اي حاجة مش هياكلها. عاوز فلوس بيفضل يزن عاوز فلوس. امتى اعطيه وامتى ما اسمعش كلامه وامتى فهمه ان امكانياتنا لا يا ابني يا ما تسمحش بالكم الطلبات الهائل اللي انت بتقول عليه ده. اولا يعني محتاجين نفهم مع بعض شويه امور. تعالوا نتكلم كده مع بعض. نقطه ان انا اعطيه مبلغ زياده عن مصروفه او مبلغ معين هو طلبه عشان يلبي احتياجاته او رغباته. اولا خلي بالك اللي انا بقوله النهارده ده موضوع عايز فلوس زي تعامل اداره ماليه بعلمه الاداره الماليه على فكره من دلوقتي وازاي يتعامل مع الاموال وازاي ان هو يعرف يتصرف فيها لكن ده ملوش علاقه خالص بالمصروف بتاعه. مصروف المدرسه اللي بياخده يشتري بيه حلويات او يجيب بيه العصير او يجيب بيه اي كاندي ملوش علاقه بالفلوس اللي لما نروح مثلا رايحين اي نادي او اي خروجه ملوش دعوه بالحاجات دي. امال له علاقه بايه؟ له علاقه برغباته الثانيه. رقم 2 برده ملوش علاقه بالصرف يعني الصرف الاساسي مثلا اللي هو اللي خاص على لبسه على اكله على احتياجاته هو اكل شرب ملابس دروس ملوش علاقه بالكلام ده. طيب يبقى انا اول حاجه ان القيمه اللي انا بقولها ملهاش علاقه بالمصروف بتاعه بتاع المدرسه وبتاع النادي بتاع الخروجه اللي احنا خارجينها. رقم 2 ملوش علاقه بالمصروف الخاص او بالصرف الاساسي احتياجات ابني الاساسيه اكل وشرب انا ما بكلموش خد عشان تجيب لك تاكل لا غلط. الوسيله بتاعت النهارده ملهاش علاقه بالكلام ده. رقم 3 ما ينفعش استبدل النقطه الاولانيه اللي هي 1 و2 ديت واقول له ان انا هعطيك زياده فلوس يعني خلاص انا ما بصرفش عليك لا اكل ولا شرب ولا لبس ولا بصرف عليك ولا بعطيك مصروف للمدرسه فانا بعطيك الاداه بتاعت النهارده انا هزود لك حبه في الفلوس مثلا كل اسبوع او كل شهر عشان تعرف تتصرف فيها. طبعا ده مش كده انا بس حابه اقول دوت في البدايه. طيب لما يجي بقى
يبتدي يطلبوا زيادة عن المصروفات الأساسية، ويكونوا عايزين زيادة عن الاحتياجات الأساسية بتاعتهم. مثلا بتكلم في إيه؟ بتكلم في أداة النهاردة اللي اسمها أداة البدلات. طيب إيه السبب إن أنا أتعامل بالأداة دي؟ ممكن يكون يا جماعة الأطفال مش عارفين قيمة الفلوس، مش عارفين، أو هو أصلا يعني مش مقدرين قيمتها. مهما اديهم المحاضرات ومهما أقول لهم إحنا قد إيه تعبانين فيها وقد إيه تعبنا عبال ما نجيب الفلوس دي، لا هم حاسين ولا هيصدقوا، هم يعني إيه في ملكوت تاني. انسي انسي الكلام ده. وممكن كمان بستخدم الأسلوب بتاع النهاردة اللي إحنا هنتعلمه مع بعض، أعمل إزاي الصح إنه ما يكونش هم معاهم فلوس وهم مش بيملكوها أصلا وحاسين بقى. بص الإحساس اللي عند الطفل اللي هو فاهمه، كل رغباتي في ايد اهلي ومستحيل ان انا احقق الرغبات دي الا لما اقعد ازن عليهم، واقعد ازن لحد ما يطمن ان في حد في حياته هيحقق له الرغبات دي. شفت انا بعمل في الطفل ايه غلط لو انا ما اتعلمتش النهارده الاسلوب ده والتربيه دي، الاداه بتاعت النهارده، هطلع طفل دايما مستني ان حد يجيب له وان حد يحقق له رغباته، وان هو ما عندوش اداره، ما عندوش حسن اداره في الاموال اللي معاه. طيب إيه لو انا قلت له حوش وهات من مصروفك، ده بيحصل ايه؟ بيجي له رساله على طول، امي بتعجزني، ده عايزالي تعمل لي حاله من التعجيز علشان انا المصروف بتاعي عمره ما هيجيب الرغبه دي، فيبتدوا يزنوا تاني، ونفضل احنا بقى ندي محاضرات ونقول مش عارفه ايه ولازم تحسوا بالعيشه وغيركم مش عارفه ايه، ولا الكلام ده خالص. هم كل اللي عاوزينه احنا عايزين زياده في الفلوس، انتوا خلفتونا ليه؟ عايزه اقول لك ان ممكن جمله بعد كده وهقول لك، هو انتوا مش قد الخلفه مخلفتونا ليه؟ هو انتوا مخلفينا عشان تعذبوهم خالصين علشان تحسسونا في الحياة ان احنا محرومين؟ فلازم يكون، اسمعي، لازم يكون عندك نظام ثابت لاعطاء الفلوس دي، لازم يكون في سيستم كده معروف داخل البيت، موضوع الفلوس ده ثابت عنده في دماغه. ليه؟ عشان ما وصلش لاولادي، بصي بقى، قلق مستمر، حاسس انه غير مقدر، هو انا مش ابن ليكم، انتوا حد كده لقيتوني في اي مكان، انا مش مسؤول منكم، ويبقى عنده فقد الامان وفقد الاحساس بالاحتواء والامان، وده يخلفه يجيب لنا ايه بقى؟ يجيب لنا عيل بعد كده ماشي عنده تبول لا ارادي، وتبتدي الجمل بقى، انتوا مخلفينا عشان تعذبونا؟ هو انتوا جايبيننا عشان تحرمونا؟ وهكذا. طيب لو في نظام ثابت بقى، ها لو عندي نظام ثابت في البيت، هياخد رقم واحد خبره، هيبتدي يخطط ازاي يتصرف في المبلغ اللي هو احنا مدينه له ده، هيلبي ازاي بيه رغبات، ويفضل يعمل مع نفسه طب اخد طب احوش طب اجول ازود عليها طيب من الاسبوع الجاي. طيب ايه الاداه؟ الاداه دي بقول ان هي عباره اسمها اداه البدلات، بتبتدي تتفقي فيه، خلي بالك، مع ابنك على مبلغ معين ماشي هديهولك يا ابني في نهايه كل اسبوع او في نهايه كل شهر، بعيد عن المصروف والاحتياجات الاساسيه اللي انا قلت لك عليها من اكل ولبس، لا ده اساسي، دي زياده عشان لما يعوز حاجه زياده عن مصروفه، حاجه طبيعيه ما هيش حاجه ترفيهيه ما هيش رغبات مش عارف، لا ده حاجه حقيقيه ومحتاجها، بس انا المصروف مش مكفي، بعيد عن اكل ولبسه، هيبتدي يخطط ازاي يحقق طلباته ديت من البدلات ديت، وهي المبلغ المتفق عليه سواء اسبوعي او شهر. المبلغ ده يا جماعه بيتحدد حسب امكانياتك، تمام؟ تاني بيتحدد على حسب امكانياتك انت، حسب امكانيات البيت فيه فلوس قد ايه وانا هعطيك قد ايه، وعلى حسب المرحله العمريه في الطفل هو محتاج ايه في الفتره دي. طيب بيجي لنا اعتراضات من الامهات، ياه هو انت كمان بقى دكتوره هالة عايزانا نعطي له فلوس زياده على المصروف، واحنا لاقيين ناكل، وانا لاقي اصلا ادي له مصروف؟ لا ده دلع. عايز اقول لك على حاجه جميله جدا جدا بنقع فيها معظم البيوت، عايز اقول لك انك ممكن تدفعي اضعاف المبلغ اللي انت هتطلعيه اسبوعي دوت لاولادك في حاجات اضافيه وانت مش حاسه اصلا، وعمر البدلات او المبلغ ده الاسبوعي او الشهري هيكفي رغباته كلها، ممكن يبقى عنده مثلا 10 حاجات وعايزه رغبات اضافيه، البدلات او المبلغ هيكفي 3 بس، او اللي هيحوشه عيني في اخر الشهر مثلا هيكفي رغبه واحده من اللي هو عايزها مثلا. بيبقى معاه مبلغ ثابت وهو بيخطط ويفكر ايه الاولويات، ها احط ايه، اجيب ايه، واعمل ايه، طب احوش بايه، طب انا ممكن انقص ايه كمان، طب ممكن ازود ازاي، بحيث ان هو يحقق ازاي ايه افضل طريقه ان هو ينفق بيها او يحقق. بس ما تمشيهاش بايه؟ بمزاجك. ده انا مره مثلا تلاقي نفسك مثلا حققت له مره 7 رغبات وهو ولا فاهم ولا حاسس، شوف انت عامل وضغط نفسك وجايبه على مصروف البيت، وبعدين مثلا وكل شويه مثلا هو ناقم ومش راضي اصلا على اللي انت بتعمليه، ودايما هاتي 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 هاتي، بتلعب بطول الهيتات منكم ومش حاسس، طب انا اعمل ايه في الكلام ده؟ يقول لك لا ده ماليش دعوه، بص خلي بالك المبلغ ده ملوش علاقه بالدلع، لا المبلغ ده انك بتلبي رغبه ابنك بدون
دفعه للتفكير وان هو قلقان او ان هو مش حاسس بقيمه الامر اللي انت بتعمليه وتضغطي نفسك ويبتدي بقى يزن، ها وبعدين بقى مره تجاوبيه حسب مزاجك ومره لا، فزن فقمتي جايه ضربتيه، فانت عايزه يا عيني تعوضي احساس الضرب دوت، فتقومي جايه عامله ايه؟ يلا يلا تقومي ضاغطه نفسك وجايبه فلوس البيت وفلوس المصروف وخد هات عشان بس تعدي احساس الشعور انك ظلمتيه وضربتيه. طيب بص يا جماعه، الكلام ده طبعا احنا بنقول ان هو مش صح، خلي ركزي معايا بقى، ادي الاداه اللي انا هقولها لك النهارده والاسلوب ده رائع جدا جدا في ايه؟ اول حاجه بتحسس الطفل بالاهميه والاهتمام وان الكره في ملعبك انت، خلي بالك انت صاحب القرار، انا اعطيتك اهو يا تحوشه وتجيب حاجتك يا وكمان بتقلل عنده شراهه الشراء، دايما عايز انزل وعايز اشتري وعايز اشتري وحب الشراء، احنا قلنا في الفتره ده طبيعي اعطيه ولكن بالاتفاق على حسب المبلغ. بيتعلم كمان قيمه الفلوس ايه وبشكل عملي وازاي ان انا ادرها، ممكن ان انا استخدمها لو هو حابب، يعني يقول لك هو ايه اللي احنا هيحتاجه يعني بره الكلام ده، عايز يجيب هديه لواحد صاحبه، في لعبه زياده عن اللي انت بتجيبيه اصلا، احنا موضوع ركن اللعب ده قلنا من الحاجات الاساسيه على الاقل كل شهر لعبه تعليميه او ترفيهيه، عايز يروح لعبه زياده في الملاهي خارجه عن امكانياتي وما اقدرش اعملها فيبتدي يحوش عشان المره الجايه يروحها، يصلح حاجه كسرها يعني افسد شايف علي اصلاح، فعايز يعني مش شرط تكون حاجات يعني تقول لك ليه ده حاجات كماليه وحاجات كذا، لا عايز يتبرع لحاجه معينه، حاجه اثرت فيه وشاف امه من امم الاسلام مثلا محتاجه تبرع لحاجه معينة في قلبه، فعايز يعمل كلام من 7 سنين سن التمييز وانت طالعه، بس ببتدي منين زي ما قلت لك في اول حلقه من 3 سنين ممكن من 2.5 سنين كمان لو هو فاهم يعني ايه قرش واروح اصرف واروح كذا، تمام؟ بفهمه ان الفلوس ديت ملكه وبتاعتك وانت هتاخدها بشكل ثابت كل اسبوع، وفهمه كمان ان الفلوس ديت لما تحب تجيب حاجه خارج امكانياتي قوي فانا مش هقدر اعملها، فانت بتحوش يا ابني وانت بتجيب الحاجه اللي انت عايزها. بعرفه كمان امكانياتنا قد ايه، وبعرفه ان انت لا متاح كذا، متاح المبلغ ده في الفتره دي فانت حر. طيب في نقطة أنا محتاجة وأنت بتكلميه تخاطبيه بمشاعر، وإحنا قلنا لغة المشاعر قبل كده، قولي له حبيبي أنا الأمر ده خارج إمكانياتي وللأسف أنا مش هعرف أجيبها لك، يبقى أنا قطعت عنده. ها تحب أنت تجيبها من فلوسك ولا تشوف أنت معاك قد إيه من البدلات، أو ممكن أدفع لك جزء صغير مش هقدر أعملها كلها وأنت تشوف الفلوس اللي معاك اللي محوشها هتكفي قد إيه. كده هيعمل خطة ويرتب أموره، ولو هو عاوز حاجة أنت مش هتقدري عليها خلاص هو بيشوف اللي معاه ويبتدي يخطط ويفكر ويشوف أولوياته. زي ما قلت لك من سن 4 لـ5 سنين بيبتدي يدرك اكتر عن سن قبل كده، ولكن طبعا ممتده لاخر العمر. اسمعي، ممنوع منعا باتا ان انا اربط الاداه دي باي انجاز في البيت الطفل بيقوم بيه، ممنوع. طيب الانجازات دي انا اشجعه عليها زي التشجيع المعنوي زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، وافضل احفز احفز احفز، وممكن تكون دي طبعا يعني وسيله ان هو يفرح بيها. ممنوع تاني ان انا اهدده لو انت عملت ما عملتش كذا انا هحرم منك اللي انا اعطيته لك في الاسبوع، غلط ده مش صح، يبقى مش وسيله تهديد خالص. اقصى اتفاق للبدلات ان ممكن تقولي له، هو حر خلي بالك دي حاجته ما تقدرش تحكمي فيه عشان ما يتعودش ان مكان رزقي او حاجه اللي انا الرزق بتاعي او المال بتاعي غيري ممكن يتحكم فيه، حاكم ظالم بقى رئيس في شغل مش عارفه بيعمل، لا فانا بديله الامر ده لكن بقول له خلي بالك ما ينفعش تشتري بيها حاجه غير صحيه بتعود عليك بالضرر او حاجه تغضب ربنا، يجي ما يجي لي في مرحله المراهقه مثلا معاك بكام بديك 100 جنيه مثلا، فال100 جنيه اللي انت بتاخدها رايح جايب بيها سجاير، لا يا حبيبي لا هتتشال ال100 وهتبقى فيه بهدلات، لكن حاجه ما تضركش صحيا وما تغضبش ربنا سبحانه وتعالى، وده القانون الوحيد اللي انت بتحطيه في الموضوع ده. ممكن الاداه دي بتعلمه مهاره الصرف زي ما قلت لك وازاي يدير اموره ومن صغره يبقى فاهم، لا واسيبه يخطئ على فكره هيخطئ وتلاقيه صرف غلط مره سيبيه يصرف غلط مش مشكله، المهم انه ايه يتعلم بعد كده ازاي ان هو لا ده انا لازم اخلي بالي الاسبوع ده عشان الشهر اللي فات انا ضيعت وكان نفسي اعمل كذا واصحابي طلعوا وانا لا، فلازم يبقى فاهم الامر ده. تجنبي ان انا اربط المال زي ما قلت لك باي مهمه الطفل بيعملها في البيت، برضو براعي ان المبلغ ان انا بديه له دوت وبقول له الكلام ده من سن 7 سنين بقى سن التمييز ان ده وفق امكانياتنا ووفق المتوقع من ابنك، لو انا بديله في سن 4 سنين عارفه انه هيشتري لعبه هيشتري حلويات كذا، لا في سن بعد كده لا عايز يطلع رحله مع اصحابه لا عايز يجيب حاجات مش عارفه بتاعه الجيم مش عارفه ايه، فانا على حسب امكانيات وعلى حسب احتياجه هو كمان سيبيه يتعلم من اخطائه.
تمام، سيبيه يغلط مش مشكلة خالص، سيبيه ولو صرف المبلغ بطريقة مش صحيحة تعاطفي معاه ماشي، واتركيه هو يفكر ازاي يطلع من الموقف ده وهو ينقذ نفسه، مش مستني انا كل واقعة مالية استنى امي واستنى ابي هو يطلعوني منها واستنى ان هم يتصرفوا عشان يجيبوا لي المشروع البديل. غلط، شوفي بادئة منين، شوفي 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 المشكله الكبيره، تقول لك ما عندي زوج، ما لازم ابوه اللي بيصرف، وكل ما يدخله في مشروع بادئه منين؟ من سن 4 سنين، تمام كده؟ طيب لو بدانا في سن صغير هيغلط زي ما قلت لك، سيبيه يغلط وسيبيه ياخد وقته لحد ما يتعلم، ده شيء جميل جدا، هياخد وقت لحد ما يتعلم. نقطه كمان عايزاكي تتفقي معاه ان المبلغ ده ممكن يتغير، طبعا حسب وضعنا المادي، في ازمه في البيت يبقى اكيد المبلغ هيتاثر ويبقى اقل، وهو يبقى فاهم كده. طيب اداه البدلات ديت ممكن يعملها الطفل في البيت بحسب العمل، يعني مثلا انت عملت حاجه فانا هديك، لا زي ما قلت لك ده اتفاق، ودي اول نقطه، ده اتفاق برضو بيبقى مبلغ زي ما قلت لك حسب امكانياتك وتوقعات الطفل في الطلبات بتاعته، هيحتاج وقت سيبيه يخطا وتعاطفي معاه وما تحاوليش ان انت تنقذيه وخليه يفكر ويخطط، بس دعميه معنويا. الجزء دوت مهم جدا جدا في الاداه دي. عايز احكي لكم قصه عن راجل مليونير بيقول انا كنت جايب لابني احدث انواع السيارات وكل لما اجيبها مش حاسس بيها، يعني انا صارف عليها 300,000 دولار وهو خدها بيعمل بيها حادثه مش عارفه بيروح فين مش عارف قيمتها، فسبته قلت له مش هجيب لك عربيه، بس انا ممكن اساعدك انك انت تشتغل بعد الجامعه بحيث ان انت تجيب مبلغ على مدار مثلا 3 شهور تكون عندك عربيه، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن اساعدك فيها. ها عمل معايا ايه؟ عمل معايا اتفاق. الولد بيقول طبعا جاب عربيه يعني مستعمله وجاب عربيه لكن الولد بيقول حاجه قيمه انا نفسي النهارده كل ام تسمعها معايا بقلبها قبل ودنها، قال العربيه دي اغلى عليا من كل العربيات اللي ابويا جابها، لان هو جابها بايه؟ بتعبه، فكر وخطط وحوش وعمل، وفي نفس الوقت كانت المساعده، هو طبعا الاب بدا معاه متاخر تمام عشان يعرف قيمه القرش ويعرف قيمه الحياه. انا الاداه بتاعت النهارده بتعلمني وبتعلم ابني ازاي يدير فلوس، ازاي يبقى معاه مصروف، ازاي يقدر يعني ايه احوش، ابي بيحوش علشان يجيبه، ما اجيش اقول ده انا مش حاسس، انا مطحون وهم مش حاسين، لا ام ولا ابناء. النقطه دي مهمه جدا. دي كانت ببساطه الأداة بتاعت النهاردة، بسيطة وسهلة جدا، عايزاكوا تعيدوا الحلقة وتكتبوا الحاجات اللي فيها وتبدأوا تطبقوا وتبقوا زي الأمهات الشاطرين اللي بيكلموني، ونبتدي نتابع مع الأولاد هم بيعملوا كده ولا لا. إن شاء الله فاصل قصير وارجع معاكم بسرعة على أسئلة اللايف، وهقول لكم طريقة كده إن شاء الله في بداية الفاصل الجديد، حاجة بسيطة جدا وارجع لكم وما تروحوا في أي حتة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل. عايزه اقول اليه تاني التواصل معانا، اولا الرقم موجود عندكم على الشاشه، ان انا ببعت عايزه اكلم الدكتوره وبيقوم فريق الاعداد باتصال بيكم، تمام؟ ما تتصلوش انتوا عشان ما تقطعوش الاتصال على مكالمه تانيه. دلوقتي انا باخد اسئله اللايف هجاوب عليها. عايزه انبه بس في حاجه في الاسئله يا جماعه، يعني احنا تقريبا يعني من الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي فاتت كانت 12,000 رساله، النهارده 13,000 رساله، احنا جاوبت على قد ما اقدر على اللي عايزنا نجاوبه على الخاص بجاوب، لكن في بقى نقطه، يعني مثلا دكتوره هو انا ممكن اسال؟ لا اسالي، يعني السلام عليكم، السلام عليكم، السلام، ليه مش بتردوا؟ لا اكتبوا السلام عليكم واعرضي الاستشاره كامله بحيث كتابه او صوتي، وانا شخصيا انا اللي برد على الرقم ده، الرقم ده معايا انا اللي برد عليه، فمفيش حد هيشوف حاجتك الا انا ولا حد هيجاوبك غيري، فما تقلقوش من النقطه دي. النقطه بس اللي انا عايزه اقول عليها، ممكن اعرض، طب انتوا مش بتردوا، طب ممكن اقول ما تقولوا يعني اكتبوا على طول، مفيش داعي للمقدمات الكتيره دي، اكتبوا على طول وانا بجاوب طبعا بالاقدميه على قدر المستطاع. هناخد اسئله اللايف بسرعه حبه كده عشان ما تزعلوش، وبعدين نرجعوا بسرعه للاتصالات. السلام عليكم يا دكتوره، كل ده جه؟ طيب السلام عليكم يا دكتوره، وعليكم السلام. ابني 3 سنين وهو كان اتعلم يعمل حمام لوحده، دلوقتي بقى في انتكاسه وبيعمل على نفسه، وبيقول بعدها اتصرف معاه ازاي، وكمان هو بيقول لي بعدها يعني،
وكمان هل ممكن يكون الحمل سبب طيب بصي يا ولاء جمال، بصي يا حبيبتي، 3 سنين دوت وانت حامل، تمام؟ ركزي معايا، انت اكيد اكيد انشغلتي عنه. انا بقول موضوع الحمام ده للام اللي عينها في وسط راسها بياخد 3 ايام. 3 ايام انا عيني ال 24 ساعه على ابني، عارفه امتى استخبى؟ امتى واقف وشه بيحمر وعمال بيحزق في جنب كده، عامل عامله تعالى لي ماشي، وبقوق على طول باخده. مفيش داعي ان انا اعوده على، يعني ان انا اعوده بره الحمام على الحمام بتاعهم الصغير وبعدين مش عارفه انقله على، لا لا لا، على الحمام الكبير على طول، واعلمه ازاي واقول له ده اسمه استنجاء وازاي تشطيف، وابقى معاه قاعد بقى بيضحك وانا قاعد بقى قدامه ربع ساعه بيهزر ونسي الحمام، انا قاعده معاه. ما انت هتقوم ادام انت شفتك ان انت عليك اعراض الحمام سواء الكبير او الصغير، وانت انا قاعده معاك. مره في مره هو هيتعود، عيني عليه. طيب موضوع بقى كانت انت انشغلتي، ارجع تاني مش عيب، ارجع تاني بسرعه معاك واركز. بس ساعه ما اقول انا هبتدي النهارده يبقى انا حالي كله، ماليش دعوه بموبايلات، ماليش دعوه بمكالمات، ماليش دعوه بخروجات ولا اجتماعيات، انا قاعده لابني الثلاث ايام دولت عيني في وسط راسي عليه على طول. هو بعد كده هيتعود وهيبقى عارف وكده. ما بلاش ازعق، بلاش البادي لانجوج بتاعتي بتبقى وانت يعني، بلاش الخضه اللي هو بيتخضوها لان ممكن يخف ما يعملش، لا احنا مش عايزين كده. هو مش عارفه تقول لك لا ده انا اديله ملين، لا ولا الكلام ده خالص. انت بالراحه خالص بتبتدي انك انت تتعاملي معاه بهدوء وبسمه وجميل، ويلا اوه ده انت عملت كذا، اف يا بابا، وبحاجات بقى الجميله اللي احنا بنعملها دي، بحيث ان هو يبقى عارف ان في ايه، في كذا، بس انا مش مكشره، مش هضربه، مش لا، ما يبقاش خايف مني، تمام كده؟ تمام. وطبعا حمل طبعا اكيد مشغوله، فانت تابعي معاه الصغير اللي جاي ده عايز يرضع ويغير وانتهينا على كده، لكن الكبير هو اللي بيبقى شايف المشاعر، فاقصري معاه من المشاعر. طيب الله المستعان. طيب اسماء، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انا بحب الست دي، شكرا يا هبه. ماشي انا الست دي حياتي لله. طيب هي فين يا جماعه؟ بنتي بتطلب كل حاجه بالعياط، 2 ونص. انا عايزه اقول لك ان مرحله العياط دي حاجه طبيعيه، بس انا ممكن اتفق مع اتفاق، احنا قلنا العياط بعمل ايه؟ ايه ده بقى اللي فوق؟ ان شاء الله مفيش اي حاجه فوق بتطير، لازم اخليها تبص الحاجه، او ايه ده انت شايفه ايدي بتعمل ايه فوق، بحيث ان انا الخبط فصين مخها تبقى فاهمه يا بتاعت، ولا هتبص شويه وبعدين ترجع تاني تكمل زي. قولي لها انا هسمعك لما تبطلي عياط من فضلك، بشوف انا بعمل بوطي صوتي، يعني عارفه بتوطي صوتك، وببتدي معاها بطلي عياط وبعدين نتكلم، بطلي عياط وبعدين نعمل كذا. الامر ده مهم ان هي تسمع انك انت بتقولي ايه وتستجيب، طول ما انت بتطلي مش سامعاكي، انا مش هسمع انت عايزه ايه، بطلي، يبقى ده اتفاق. فهي عارفه، بس اول ما تبطل بقى على طول انتبه لها، تنصتي لها بكل جوارحك، تجيبيها وتقعديها وتحطيها في مستوى بصرك وتطبطبي عليها، هي جميله عاوزه ايه، كده جميل، شوف انا سامعاك ازاي، وحببها في السلوك بتاع تبطيل العياط. الامر الثاني ممكن يكون لفت انتباه، انت مشغوله عنها، هي مش عايزه حاجه ولا اي حاجه، بس عايزه تلفت انتباهك، بيبقوا عايزين طبطبه، عايزين حنان، تعالي يا حبيبه ماما، انت ايه في ايه، لا ده مش حباك انك تعيطي خالص. فالكلام ده مهم ان انت تعمليه معاها، بحيث تحس انا فرد مهم في عين امي، انا مش محتاجه اعيط عشان هي تاخد بالها مني، انت مشغوله عني في ايه، تمام؟ وعلى يعني يا جماعه، يعني على الاقل يعني بتقول لك الوقت الشكوى بيسيبوا ابنائهم، يعني حمام بتتصله بتقول مرات ابني سايباه وقاعده على الموبايل وقاعده مش عارفه على ايه ومشغوله مع صاحباتها على الجروبات. لا عيالك يا بنتي، عيالك، يعني انا بستغرب وقت ما هم صاحيين انا معاهم ال 24 ساعه، في ال 24 ساعه ممكن بقى ما ابتدي يناموا هبتدي اشوف انا ورايا ايه وايه الدنيا وايه كذا وحاجتي الحاجات دي، وبعدين بتنامي، بتسيبي كل حاجه وتنامي. عايزه اقول طيب منوره دكتوره هاله، منوره بيكم حبايبي. طيب ها كان في سؤال هنا، بس انا هو مش عارفه، ما تتكلمي عن المخطوبين شويه، احنا ان شاء الله بعد السلسله ديت هناخد كده مجموعه من المفاهيم الخاطئه عشان نصححها، يعني ان شاء الله في مرحله الخطوبه هنرجع لها تاني باذن الله. وانا كنا عملنا بتاع حوالي 3 أو 4 حلقات لفتره الخطوبه، الاسئله اللي بتتقال فتره الخطوبه حوالي 37 سؤال، مش عارفه كملنا ال 40 ولا لا، ترجعوا لهم تاني على اليوتيوب هتلاقوهم. فاطمه بتقول السلام عليكم، لو سمحتم ازاي اعود بنتي تلعب لوحدها عشان انا بذاكر للماستر وهي متعلقه بيا. طيب انت ما قلتليش سن بنتك قد ايه؟ تلعب لوحدها ده مش حلو قوي، يعني ممكن تلعب لوحدها في حاجات تركيبيه، حاجات تفكير، حاجات لعب رمل وطين صلصال والكلام ده، لكن الحاجات التعليميه انت محتاجاها فتره ايه؟ من لحد سن 3 سنين. عايزه اقول لك طيب انا عندي ماستر وكذا، انا ممكن اشغلها في الفتره اللي هي يعني اللي انا بذاكر فيها او محتاجه ان انا اتابع فيها، في الوقت اللي هي مع نفسها في اللعب وعيني عليها، لان كل لعبه عندي مهدفه
بصوا اللعب ايه؟ لعب مهدف وفي قيمه وفي سلوك وفي حاجه تعليميه، حاجه خاصه بمهارات التفكير ومهارات العقل، خلاف كده اي كلام. طب ممكن اسيبه من غير الكلام ده؟ ممكن اسيب، بس انا حاطه له بيو زي ما قلت لك الركنه بتاعه البيت اللي انا حاطه فيها الالعاب بتاعه ابني بطريقه او بنتي بطريقه معينه. طيب عندي ماستر وعندي شغل وعندي حاجات كتيره وتنظيم الوقت. تاني تنظيم واداره الوقت هي اللي بتخليني وتعمل لي ال 24 ساعه 48 ساعه و72 ساعه، وهم ال 24 وهم ال 24 بنظم من الساعه كذا للساعه كذا بعمل كذا، من الوقت الفلاني للوقت الفلاني بعمل كذا. وقت المذاكره هي في الوقت اللي انا كده، هتتعبي امر طبيعي يعني هتتعبي امر طبيعي ان انا هتعب شويه، بس هتلاقي الثمره بعد كده وثمره نجاح الامر انت بتفرحي لها بعد كده، تمام؟ طيب يعني هاخد اخر حاجه بقى في موضوع المباشر وبعد كده ان شاء الله نتلقى الاسئله على طول. السلام عليكم، عايزه اتواصل. التواصل عندكم هنا يا جماعه موجود. السلام عليكم اختي هاله، حبك في الله، وانا اختك من الجزائر، اهلا وسهلا. انا ام لبنت اسمها داخله باسم ام عبد الله، طيب ام البنت وولد، وعايزاكي في موضوع مهم جدا خاص يا جماعه، ابعتوا الاستشاره كامله على الرقم ده او تسجيل صوتي وانا اللي هرد عليكم. الاسلوب العنيد تفيد على ما خلاص خنقني ومش صغير عن 16، لا ده تقريبا دي تكملة سؤال. عايزين حلقة بعنوان اسلوب معاملة الزوجة الاولى في حال الزواج باخرى. حبيبتي حاضر، انا ان شاء الله هنعمل حلقات للزوجة التانية، صح ولا غلط ويصح انه يتجوز ولا لا. طب لو اتجوز انا اعمل ايه؟ طب والتانية تعمل ايه؟ طب مواجهة المجتمع، ان شاء الله هنعمل السلسلة ديت وهتبقى حاجة ظريفة ولطيفة، وربنا يستر بقى من الايه من الاسئلة اللي جاية عليه. نبتدي نتلقى اول اتصالات. معانا ام علي من سوهاج. سلام عليكم يا ام علي، اسمعيني من التليفون يا ام علي وقولي استشارتك على طول. تمام. ام علي اسمعينا من التليفون. طيب ناخد اتصال تاني. طب معانا، ها اتفضلي. طيب حاولوا يا جماعه الناس اللي بتتصل علينا يعني اتكلمنا من التليفون، وطي التلفزيون وكلميني من التليفون علشان نقدر واعرض الاستشاره على طول. طيب معانا اسماء من الشرقيه. السلام عليكم يا اسماء. عليكم السلام، اتفضلي. حضرتك انا كنت بسال يعني مثلا واحده يعني في مشاعر جواها بقالها سنين من حد وكده، ومثلا هي حاطه اللي حواليها بيخلي هم قالوا المشاعر اللي جواها بتاع الحد ده، بس مش بيقدروا يعني مش بيقدروا هم يخليها تبعد عن الاتفاق او تبطل كده كتير. استني يا اسماء استني عشان افهم منك، انت بتقولي دلوقتي ان اللي حواليها مش مقدرين مشاعرها، مشاعرها زي ايه يعني؟ يعني هي مثلا جواها مشاعر تجاه مثلا شخص معين. لا مش سامعه، اتكلمي بالراحه اتكلمي ببطء يعني. ايه بقى المشاعر؟ ها بتحب حد يعني ولد كده يعني معتقدين. بتحب ولد في الجامعة؟ يعني زي كده يعني. فهي دلوقتي اصحابها اللي حواليها بيحاولوا ان هي ما تعملش الحاجة دي عشان شايفينها غلط يعني. تمام. عايزاها تعمل حاجة تندم عليها بعد كده. تمام. هي سنها كام سنة يا اسماء؟ سنها كام سنة؟ 21. تمام. ها يعني يكلمها اكتر، فمش بترضى اسافر الكلام، او هم نفسهم بيبقى خايفين الكلام مش وضع النصيحه الصحيحه. ممكن تكون شايفاها حاجه عاديه مش فارقه معاها، ممكن تكون مثلا الظروف بتبقى مرت فيها بقت مش فارقه معاها يعني عادي. طب هي المشكله دلوقتي فين؟ في صاحبتك دي اللي هي بتحب الولد، ولا في صحابك اللي بعدهم؟ لا الفكره انها يعني هي وسط اشخاص يعني ملتزمين، فهم بيحاولوا يبعدوا عن الحاجه دي، وهم كده يعتبروا شايفينها ولا ايه يعني؟ بيعتبروا هم برضه كذلك بيستندوا على الحاجه دي وياخدوا نفس الوزن ولا ايه؟ موافقينها على الحاجه، مش انت بتقولي بينصحوها؟ ايوه يعني احنا كذا مره، بس الفكره ان هي ما بتاخدش يعني. طب اسمعين
صاحبتكم وانتم شايفينها بتكلم ولد وانتم شايفين الحاجة دي غلط، بس بتقولوا بأسلوب هي ما تقبلتوش. طبعا يعني تنوع الأسلوب في النصيحة أهم، المعيار بتاعه الرفق واللين في الموعظة. هي اللي بتعمله غلط، أفضل يعني من حقها عليا إن أنا أفضل دايما ما أخليهاش يعني هي والشيطان والدنيا كلها حواليها. لازم إن أنا يعني أتلطف في النصيحة، وتكون النصيحة بوجه، مرة بكلمها بالراحة، مرة بعمل، مرة بقول لها أنا هطلعها من عنقي، وده الشرع على فكرة، أطلعها من عنقي وأحطها في عنق ولي الأمر، إن حد من أهلها يكون عارف الأمر ده، لأن إحنا ما إحناش عارفين امتداد الأمر ده بيجي بعد يعني هيبقى إزاي. هو لو بيحبها يا بنتي من الآخر، لو بيحبها يجي يخبط على الباب، لو بيحبها يعني لسه شاب بيكلمني بيقول لي طب أنا، خش يا ابني خش البيت يا حبيبي، والله أنا كراجل شفت بنتكم وبحبها، وأنا ظروفي واحد اتنين تلاتة، بس عشان أبقى في النور ويبقى الدنيا ماشية صح، ما يبقاش حتى ما فيش بركة في الأمر اللي انت حابه. يقول طب انا عايز يا رب اعمل، طب انت بتعصي، طب يا رب ده خليها لي زوجه، ويا رب خليه لي زوج ليا، ورب يجي، ما هو انتوا بتعصوا، وده رزق، والله عز وجل يمنع العبد من الرزق بذنب يصيبه. فانت تبتدوا بالراحه كده، تكلموها بالراحه وتكلموا من القلب دوت، واللي يجي يخبط على بقى مهما كان، حتى لو هي مشاعر، هي لو كتمتها يعني، هي لو عندها مشاعر فعلا حقيقيه وقلبيه تجاه الشخص الفلاني، لما انا بكتم الامر ده ها يعوضها الله خيرا منه، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا من، ربنا هيعوضها ويبدلها خيرا من، ممكن يكون هو يعني بس بطريقة تانية أجمل يبقى فيها عزة ليه. فأنتوا تلطفوا معاها، لكن خلاص ما بتسمعش ومصرة وكذا، لا، مصاحبتكوا ليها ومشاينكوا، هي بتكلم فلان وهي على الواتس وهي سابتكوا وراحت تقابل فلان موافقة ليها، قوليها لا هنبعده عنك وهنعمل كذا، بس طبعا يعني يبقى في حد متعهدها يعني، بس هددوها بحاجة زي كده بحيث ان انت هتفقدي اللي حواليك. تقولك انا بحبه ومش عايزه الدنيا كلها والناس كلها تمشي، المهم هو يبقى معايا والكلام ده، في بنات كده يعني. ولكن يعني ادعوا لها وافضلوا معاها، تعهدوها باللطف في النصيحه ومره في مره والكلام ده، وفهموها، خدوا معاها الحلقات بتاعت الحب وبتاعت الاختلاط بتاعت الموسم الاول من بيوت منوره، مكلمين فيها هو فعلا ده حب حقيقي ولا كذا، لو بيحبك كده الخلاصه، لو بيحبك هيحارب الدنيا كلها علشان ياخدك من الطريق الشرعي، خبط على باب بيتك ويجي يكلم ابوكي او اخوكي، الرجاله في البيت ما بيخشش من ورا تمام، ولا بيخرم السقف، لا هو داخل البيت من بابه. ادعو الله سبحانه وتعالى بالهدايه لكل بنات الامه، اللهم امين. معانا اتصال، معانا ام علي رجعت تاني من سوهاج. السلام عليكم يا ام علي. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انا بحبك جدا، احبك الله يا ام علي، بعد حلقاتك. بس لو سمحتي يا دكتورة، أنا عندي سؤالين. أنا معايا أول حاجة ابن عصبي جدا وما بيسمعش الكلام، وأنا عصبي أكتر منه، ما بعرفش أتعامل معاه. ابنك كام سنة يا أم علي؟ عندي 6 سنين. 6 سنين، ها؟ من كتر عصبيتي أنا معايا دكتورة، هو بيبقى عصبي أكتر منه، وأخواته الصغيرين حتى بيجلدوه بالثانية، يعني بيعمل نفس التحركات ومعايا. السؤال الثاني، أنا متجوزة ومعايا جوز يعني الحمد لله كويس ومحترم وبيحبني وبيساعدني، بس المشكلة في نفس البيت هنا معايا. هما عندهم مشكلة إن جوزي يعني بيعزني وبيقدرني والكلام ده. حصلت مشاكل بينا وبين بعضينا، فهو دلوقتي منقطع منهم وما بيكلمهمش، ومامته مريضة يعني، بحاول ألح عليه إن هو يكلمها وكده، مش راضي ورافض خالص إن هو يكلمها. هل ده في يعني مشكلة عندي أنا دلوقتي إن أنا وصلت له مشاكلي، حكيت له على اللي حصل معايا ولا ايه؟ حاسه بالذنب شويه كده، بس يعني عم عايز حد احكي له، هو اقرب حد ليا. هما مشكلتهم كلهم انه هو كويس معايا يعني. بس مش عارفه اعمل ايه معايا، هو مامته مريضه دلوقتي ومفيش اي حدا بلح عليها وانا اقتلها يعني وكده، وبقول لهم ما عملوش معاك اكتر من اللي عملوه معايا انا، بس انا مخوفه انت، يقول لي لا، ما رافض خالص. مش عارفه اعمل ايه، مفيدين لو سمحتي. الاذيه اللي هم اذوها لي كانت مجرد خناقات، ولا اذيه في عرض وشرف، ولا اذيه في مال، ايه كانت، ولا اذيه في لا دين؟ لا، خناقات ومشاكل كده بتاعت بيوت عاديه. طيب، بس هم كانوا زارينا، قالوا بص في ظلم يعني يا دكتوره، ما كانوش عاديين بيني وبين معايا في البيت. كان طيب، ظلم يعني شديد في البيت، ما فيش عدل ما بيننا وبين بعض. طيب، عامة وهو برضه ومامته عامله فرق بينه وبين اخواته، فعمل عمل حساسيه بيننا. طب اسمعين، هي عامله فرق. حاضر اسمعين. الاول بالنسبه لابنك 6 سنين وعصبي، انت لازم تبطل عصبيه تمام، يعني انت ذات نفسك معترفه والحمد لله، ده 80% من العلاج، ان انا اكون شايفه نفسي انا عصبيه، وانا اللي محتاجه ان انا اهدي من نفسي واتعامل كده. بتقولي بيعمل نفس التصرفات والحركات اللي انت بتعمليها، انت شفتي ده؟ حرصك بقى وقلبك كده اللي بيبقى عايز ابنك احسن حد في الدنيا، بتبقي حريصه انك تغيري السمت والسلوك ده.
بعمل ايه؟ بهدى خالص. ازاي اهدى بقى؟ يعني هو ازاي اهدى؟ هو ايه المسبب للغضب؟ ها؟ ايه المسبب للعصبيه؟ ما هو انا اشوف المسبب وامنعه، ساعه ما اشوف المسبب وامنعه مش هبقى عرضه للمستجيب لمثير، ده الكلام النفس اللي بيقولوه، يعني ايه الكلام الطلاسم ده؟ يعني ان انا ما اعرضش نفسي ان انا دايما اكون انا استجيب لاي مثير خارجي ايجابي او سلبي. يعني اعمل ايه؟ اهدى خالص واشوف انا متنرفز ليه؟ ابني ذنبه ايه؟ ها؟ طيب هو المفروض ان انا بربي، المفروض ده السمت اللي انا عايزاه، يعني الشكل بالعصبيه بالطريقه دي اللي انا عايزه ابني يتعلمه، وهتلاقوه بيحاكوا الامر الا ما رحم ربي. يعني ما عهدنا بيت فيه اب عصبي او ام عصبيه الا والعيال حاكوا سلوك، الا اذا كان في حد من الاب او الام فاهم صح وبيوقف صح. نشوف اقصى درجات الغضب، ودرجه ان هو ممكن يعني يخبطوا راسهم مش حاسين، يفتحوا نفخهم مش عارف يعمل ايه، دم هم مش حاسين لان هم مهيبرين جدا جدا والعصبيه عندهم شديده جدا جدا. هو ده السمت اللي انت عايزاه لابنك او لبنتك؟ طبعا لا. باخد خطوات، احنا كل حلقه بنجاوب تقريبا على موضوع العصبيه دوت. بهدى خالص واغير المكان اللي انا اتعصبت فيه خالص، مش عيب ابدا بعد ان انا اسيب المكان اللي كله طاقه سلبيه ده اروح اقول انا اسف، انا كانت رد فعلي شديد شويه، انا كان رد فعلي ما ينفعش ان انا اعمل، انا افورت معاكم، انا سامحوني انا غلطت، تمام اعتذرت، اروح اتوضى اهدى، يسمعوني وانا بدعي يا رب هديني، يا رب ارزقني الهدوء كده والسكينه يا رب، وخليني من الناس اللي صوتها واطي وهم مش مهيبرين كده في ردود افعالهم، يا رب كذا، يا رب اغفر لاولادي، ويسمعوا انك انت خلاص قلت وخدت بالاسباب واستخرت. في بقى حاجات تانية، تمرين زي ما قلنا تمرين التنفس ده مهم جدا جدا، بيتعمل على 27 خطوه تقريبا، احنا في عجاله كده اقول لك خدي نفس 4 2 8 هو اسمه كده، باخد نفس على 4 عدات وبكتم عدتين وبطلع على 8 عدات وببتدي استشعر وانا بتنفس في حاجه انا حابه، حاجه حابه ريحه مثلا، حابه ورد، حابه الكعبه، افتكر الكعبه، منظر الكعبه، منظر الميه، منظر الورد، اي حاجه بيبقى فيه اجواء من اجواء السكينه، وابتدي استشعر الهدوء في كل جزئيه وخليه من خلايا جسمي من اول القدم الصغيره من صابع الرجل الصغير لحد شعري، واحس بالاسترخاء والهدوء. ايه ده هنقعد ربع ساعه بالظبط كده، اول مره بتعملي التمرين ده بتاخدي اكتر من ربع ساعه لحد ما تستشعري ان النفس 4 2 8 متمثل معاكي بقيمه اسمها الهدوء والسكينة. طب بعد كده هيبقى 10 دقايق، بعد كده 5 دقايق، بعد كده لا، يبقى في ارتباط شرطي ما بين العقل اللاواعي، ما بين حركة المناخير وانا باخد الانف وانا باخد النفس، اول ما باخد النفس كده يبقى الخلية تيجي بتاعت الهدوء وفعلا التزم بالامر ده. حاجات علمية ونظرية من النظريات في الهيبنوسيس بتندرس والناس عملوا بيها وجابت نتيجة، تعمليها وتعملي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اروح اتوضى واقف اقعد اسيب المكان، لو قاعدة انام اسكت خالص واكتم، ليقل خيرا او ليصمت، جوارحي ما بتتعملش، تمام جوارحي اهم حاجه خصوصا الرجاله، الجوارح ما بتستجيبش للعصبيه وبتستجيب للامر. وادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان يرزقك الهدوء، وادعي ادعي دايما كده اللهم ارزقنا الهدوء والطمانينه باسمك المؤمن اللهم امين. طيب موضوع بقى زوجي وحماتي، انت عارفه ان زوجك له رواسب معاها وهو حاسس ان هي مفضله اخواته، في امر يعني نفسي داخلي بينه وما بينه كانت هتبقى اي مشكله هتزود الامر. طب انا حاسه بتانيب الضمير، الحل بسرعه اعمل ايه؟ جري 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 اروح اقول له امك مريضه واحنا نسال عن البر الاخر، برنا احنا بهم حتى لو هم اخطاهم الله عز وجل يحاسبهم هم، لكن انا كابن مامور شرعا شرعا كده بعد التوحيد ولا تشركوا بالله شيئا ها وبالوالدين، بعد التوحيد البر على طول. تعبانه والكلام ده لو ماتت وانت في الحال ده وضعك ايه يوم القيامه؟ لو ماتت وهي بالامر ده وكانتش راضيه عنك وما دعتلكش ايه الدنيا؟ وانا مرتبطه بيك يعني انا حياتك معايا انت داخل جنه، فان شاء الله ربنا يدخلنا مع بعض، لكن انت تبقى في حته وانا في حته انا ما ارضاش، هاتيها من الامر دوت، ابتدي انت تلطفي في الكلام، اعملي خلاص انتوا اسستوا، قلتي حصلت مشكله واسستوا حدود خلاص، فلان عليها وفلان عليها وده عليها، نبتدي بقى في الحل بعد كده، ابتدي الطف وابتدي الطف لزوجي، يحبك اكتر، مش وانت مظلومه بقى والكلام ده واحساس القهر اللي هو عنده بسبب تفريط اخواته، لا يحبك اكتر لما تعينيه على بره بامه، يبقى لك الاجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. معانا اتصال، معانا ام مريم القليوبيه، السلام عليكم يا ام مريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الله يكرمك يا ام مريم. اتفضلي. انا هسال كام سؤال كده بس ما سمحت ما حدش يقفل ده. لا ما خافش حدش هيقفل، ماشي ما تقفلوش يا جماعه. انا بنتي ثلاث سنين وبوديها الحضانه. تمام. الحضانه بياخدوا فيها نور البيان.
اه ممتاز جدا، وانا بروح معاها القران بيبدو فيه قاعده. حلو ممتاز. طب هو يوم واحد فانا خدتها معايا اليوم ده، فانا مش عارفه اوديها الاثنين ولا اوديها واحد حاجه واحده بس. طيب تمام، ده سؤال. ها السؤال التاني. والباقي بقى انا اخواتها بقى التانيين الكبار، انا دلوقتي مفصمهم مش عايزه اكلمهم، مش حد فيهم بيسمع كلامي. سن كام سنه؟ سن كام والله سنه؟ يا دكتور 14 و12 و9. تمام، خليهم هم سامعيني دلوقتي اكلمهم. ايوه هم سامعين. طب هكلمهم. انا مفصمهم مش عايزه اكلمهم خالص يا دكتوره، ما بيسمعوش كلامي خالص. ما تعملوش ده لا هنعمله، ما تنزلوش لا هننزل، هم اللي بيمشوا كلمتهم وانا ما بيمشوش اي كلمه خالص. طيب هكلمهم، خليهم قاعدين واكلمهم. مش عارفه اتعامل معاهم اصلا. لا هكلمهم، الا زعلك يا ماما. هكلمهم حاضر. وانا بحاول بقى مع الصغيره دي ان انا اطبق اللي حضرتك بتقوليه، انما معاهم بحاول اطبق. ما تقوليش كده يعني قدام، انا بتعصب من طيب. ما تقوليش كده قدام. اسمعيني اسمعيني، عندك سؤال تاني ولا كده خلاص؟ لا بس اكلمها على الخط يا دكتوره ضروري معلش. طيب اكتبوا يا جماعه ام مريم. ماشي، الناس اللي قالوا لنا المره اللي فاتت كلمونا على الخاص، اتكلمت بتاع حوالي 15 حاجه كان المفروض على الخاص، ولا الرقم ما بيجمعش. فانتوا حرصا على الوقت وسرعه، لان في مشاكل بتبقى هي قولي لي انا رايحه مش عارفه ارفع خلع مش عارفه ايه، في طرق بسرعه بسرعه قولوها، يكتبوها يعملوها صوت، انا اللي هرد عليكم بنفسي ان شاء الله. طيب ام مريم العسوله بتقول عندها بنوته 3 سنين، نور البيان تحفه جدا في فصاحه اللسان وخروج المخرج من المخرج الصحيح، بياخدوا الاسماء بياخدوا كلها بالحركات بتاعتها وبالشده. وعايزه اقول لك ان الطفل اللي بتاع نور البيان بيبقى متميز في القراءه وفي قراءه القران عن الاولاد التانيين، سريع جدا جدا جدا. المدارس بتاعت اولادنا كانوا هم صغيرين يعني بدوها 4 سنين 5 سنين 6 سنين بيقرا اي موضع من القران بتشكيل بصحيح بالمخارج بتاعته، فنور البيان حاجه ممتازه جدا. خدتيها في زياده يعني، انا نصيحتي ان خليها تخلص نور البيان الاول وبعدين تاخد القواعد. يعني هي بتاخد مثلا الباء بيبو وبتبتدي لا الرا ري رو لا القا قي كو، وامتى القا تبقى مفخمه وامتى تبقى، هي بتاخدها ذات طبيعي في الحاجات بتاعت نور البيان، فامشي معاها تخلص خالص ما تستعجليش عليها، وبعدين تاخد بقى الاحكام التانية الصفات والمخارج وازاي والحاجه بتاعت التجويد كلها، بحيث ان هي تعمل يبقى سهل عليها جدا جدا بعد كده. امشي معاها كويس وبالراحه وان شاء الله تشوفي ثمرتها وتفرحي بيها. الاولاد بقى اللي سامعيني، اولاد ام مريم من سن 14 و12، بص يا حبايب قلبي، رضا ماما ده من رضا ربنا سبحانه وتعالى. انتوا سامعيني دلوقتي وشايفيني اهو، وانا هشاهد ربنا عليكم. هي اولا بتحبكم، ما كانتش بتحبكم ما كانتش تبقى حريصه وتخاصمكم، عارفين انتوا لو لا تعنوها شيء هي مش هتقول انا زعلانه منهم ومخاصمه. خصام ماما ده شيء صعب جدا، ما اعرفش اجيب حاجه في الدنيا وابقى عايزها وماما زعلانه. على فكره ما ينفعش ربنا ييسر لي حاجه واهلي وامي اللي عايز الله سبحانه وتعالى يعطيه ويفضل يرزقه ويفضل يعطيه ويفضل فرحان في الدنيا يرضي امه، لو له ام يجري يتصل عليا. نقول كده للكبار، فما بالكم انتوا صغيرين، يعني محدش ضامن عمره، محدش ضامن كلها سنتين ثلاثة أربعة وانتوا تمشوا وتروحوا كلياتكم وتتجوزوا وتقول ولا يوم من ايام امي. لو انتوا بتقولوا حاجه انتوا مش عايزين تنفذوها وشايفين راي، قولوا لها يا امي من فضلك. شوفي الدكتوره هلا قالت كده، اقعدي احنا عايزين كذا عشان حابين 1 2 3 وانت بتقولي كذا، طب تعالوا نتقابل في النص، طب مره اعمل اللي انت عايزاه، طب مره ناخد تفاوضات، طب مره اعمل، طب مثلا نزلينا النهارده نلعب، طب بلاش ساعه خليها نص ساعه. اقعدوا معاها وفهموها انتم مش عايزين تسمعوا الكلمه دي ليه وعايزين تنفذوا الامر ده ليه. وانا بقول لك يا ام مريم ارجوكي يعني السن ده محتاج حوار، ومش بقى انا خلاص سبتهم على فكره، لا احنا بنفضل نربي حتى لو سن واحده يعني عندها 27 سنه تقول لك 27 هعمل فيه ايه، لا تعملي كتير لحد ما نموت، احنا مطالبين برعايتهم وبتربيتهم. ما تقوليش كده تاني، لا انت ملزمه بيه ومش بقى خلاص، لا ان شاء الله وهم لسه ما شاء الله بيسمعوا بيحبوكي، ما فيش طفل ما بيحبش امه. فانا عايزاكي تقعدي معاهم اسمعهم، السن ده سن مصاحبه، اسمعيهم صاحبيهم، اعملي خروجه مع بنت من البنات، شوفي هم عايزين، قولهم النهارده يوم الطلبات، يلا يوم الطلبات يلا مين اللي هتقولوه لكم ان انا ممكن انفذ يعني ايه حاجه منه في الشهر، اطلبوا، عايزين 1 2 3 10، عايزين مش عارف، عايزين حفل، عايزين خروج، عايزين مش عارفه نعمل ايه كذا. وده اسمه يوم الطلبات لابنائي، البلكوا كل اللي انتوا عايزينه علشان حاجه واحده بس، انا بحبكم بس. واختمي معاهم على كده، ادعو الله سبحانه وتعالى يعني تصالحيهم قريب والنهارده، صالحيهم دلوقتي، هم يجوا يبوسوا راسك على طول لو سامعين، يروحوا يبوس ايد ماما وراسها وصالحوها حالا، وبيقولوا لنا عملوا معاكي ايه بعد كده وفرحينا ان شاء الله. معانا اتصال، معانا اشرقت،
أشرقت من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أشرقت؟ ازي حضرتك عاملة ايه؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا حبيبتي. أنا متشكرة أوي لحضرتك ومتشكرة للقناة المحترمة دي. الله يبارك فيك. بصراحة كده أنا مطلقة ما انجبتش، طلقت كذا مرة. دلوقتي أنا عايشة لوحدي، بابا وماما متوفيين من سنين طويلة، إخواتي كل واحد في همه يعني كده. ما بقاش حد بيسأل عني خالص، بعد ما كانوا مثلا ممكن بيتجمعوا عندي على الأقل خالص مرة في الأسبوع يوم الخميس مثلا. سنك كام سنة يا أشرقة؟ سنك كام سنة؟ أنا عندي 40 سنة. عندك 40 وصوتك صغير خالص. خريجة ايه يا أشرقة؟ أنا معايا ثانوية عامة ودرست علوم شرعية. بتدرسي علوم شرعية؟ يعني طيب قرآن وكده. طيب يعني عندك اسمعيني بس عشان ده المهم عايزة أقول. عندك استعداد انك تاخدي تجربة زواج تانية يعني ولا لا؟ هو ده اللي كنت هسأل حضرتك فيه. أنا شخصيا عندي استعداد، بس هو مين؟ هي دي المشكله. عسل عسل، احب انا التفكير التحفه ده. طيب بتقولي هو مين عشان ما فيش مواصفات مثلا انت لاقيها حاليا، ولا مين ان ما فيش بصفه عامه؟ هو مين؟ لان لا، هو بيتقدم لي والله كتير قوي، يعني ممكن في الاسبوع 2 3، لان انا احنا انا سمعتنا طيبه ومعروفين وكده، بس المشكله ان هو مين؟ يعني الافكار غير الافكار خالص، المبادئ، التدين، الالتزام، بقى شكل بس حضرتك طبعا عارفه يعني، فبقت لحى وكده بس وخلاص، لكن من جوه بقى ما فيش حاجه خالص. حاجه زي كده انا خايفه منها. انا من حوالي اسبوعين كده رحت عند دكتوره نفسيه، طبعا انا كنت رافضه المبدا ده الاول، بس اضطريت بقى اروح لان حسيت ان انا يعني بدات ابقى كتير متوتره وكده، فعملت لي اختبارات نفسيه، وعايزه اقول لحضرتك بقى طلعت في نسبه اكتئاب حوالي 72% وفي نشاط قهري. فهي كتبت لي على دواء وكده، انا خدت يومين، حسيت ان انا في عالم غير العالم وكده، فما حبيتش ان انا اكمل. طيب قبل ما اعدي النقطه ديت، موضوع عندك ميول انتحاريه يعني ولا مجرد حزن واكتئاب وعياط؟ لا طيب وقفي العين. لا وقف، ما فيش ميول انتحاريه. حتى قالتني على فكره السؤال ده برضو، ما فيش ميول انتحاريه خالص، ولا حتى يا رب تعرفني لما بتتعصبي بتاذي نفسك او بتتعوري او بتاذي حد حواليك. قلت لها لا بنام. في بكاء مستمر؟ في الدمعه بتنزل على طول بطريقه على طول بتعيطي، ولا لما يجي موقف؟ لا بس عايزه اقعد لوحدي يعني. مش حابه بقى هجوم الناس، مش حابه كلامهم، مش حابه طريقتهم. عشان هم طبعا المشكله دلوقتي من الطريقه، وانا فاهمه، بس انت بقالك قد ايه لوحدك في البيت؟ من بعد الطلاق ومن بعد بابا وماما؟ لا هو يعني انا اتطلقت من 7 سنين، وبعدين قعدت لوحدي فتره، وبعدين اتجوزت، وبعدين اتطلقت تاني من حوالي سنه كده، والسنه دي انا قاعده لوحدي. طيب سؤالك ايه حضرتك، رايك ايه؟ يعني انا اعمل ايه؟ هل الصح ان انا اتعالج نفسيا من الاول، ولا انا دايما شايفه ان انا التعب النفسي اللي عندي ده ليه علاقه بالحديث؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعالم والكسل والجبن والضعف. فانا شايفه ان انا مش مريضه، انا شايفه ان انا عندي مشكله، لو اتحلت انا هبقى سويته. اسمعيني علشان عليك. طيب حاضر، اسمعيني يا أشرقة، وربنا يجعل لك من اسمك نصيب. احنا معانا دقيقة وشكلنا هناخد اكتر من دقيقة بسرعة في عجالة. اولا انت ان شاء الله ما عندكيش مرض نفسي ان شاء الله، وانت سليمة وزي الفل، وفعلا انت عندك احتياج وعاوز لامر معين، لو تم الامر ده الدنيا بتخلص. تمام. النقطة هو مين في مواصفات؟ طبعا تتعلمتي من تجربتين، فانا عندي مواصفات تانية. انا عندي الراجل، انا عايزه الراجل اللي بيحتوي، اللي اقدر اكمل معاه حياتي وانا عايشه بامان. ده اللي انت محتاجاه، واحد محترم، راجل يقدر ان هو يقويني ويكفيني واعيش معاه بقيت حياتي بامان. موضوع طبعا مواصفات الخلق والدين، انت كده كده الدنيا دي متظبطه عندك. عايزه اقول لك على حاجه جميله جدا. تعملي ايه؟ اطلعي يا حبيبتي، اطلعي روحي اتعلمي، كملي علم شرعي، روحي اتعلمي دورات، روحي نمي من نفسك، اتعلمي لغه جديده، اتعرفي على
المجتمعات بتاعه العمل التطوعي والعمل الخيري، وروحي شوفي الدنيا والدنيا تشوفك. انا مش عايزاكي تكتئبي وتقعدي مع لوحدك، طول ما انا لوحدي طول ما الافكار السلبيه وحاجه اسمها الوساوس القهريه وحاجه اسمها الخواطر الرديئه اللي بتيجي تيأسني وتحبطني. ليه؟ رقم واحد مش شيطان ليحزن الذين امنوا، يبقى هو عايز يحزنك فبيجيب لك الافكار دي. فانا ماناش عايزه الامور دي ولا عايزاها تتم كده، فاخرجي، اخرجي في مجتمع صالح، مجتمع طيب، صحبه طيبه، روحي زي ما قلت لك المجتمعات الخيريه والعمل التطوعي يساعدك، روحي اقراي في مسابقات نازله على الجروبات، اقراي مش عارفه كم كتاب المسابقه في قراءه الكتب، احضري دورات مجانيه، اسمعي على اليوتيوب الحاجات اللي انت عايزاها، وان شاء الله اكتبوا لي رقمها على الخاص ادام الدنيا عندك مفتوحه. احنا يا سلام بس كده الدنيا ما تزعليش خالص، والرجاله موجودين وان شاء الله تفرحي قريب وتفرحين، اللهم امين. سعدت بيكم النهارده جدا جدا، حلقتنا خلصت وان شاء الله نقابلكم الحلقه الثانيه يوم الثلاث باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافه بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيره، ايه